يقول هذا السائل أيضا الأخ أبو عبد الملك يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم وهم أبناء سبع، ما كيفية أمر الصبي بالصلاة؟ هل يلزم الولي أن يقف عليه حتى يصلي مع جماعة المسلمين إن كان ذكرا، أم يقتصر الأمر بالصلاة وتبرأ الذمة؟ نعم، يأمره بالصلاة بأن يخبره بدخول الوقت وحضور الصلاة، ويأمره بالوضوء والطهارة والاستعداد للصلاة، ثم يذهب به إلى المسجد ويصلي مع الجماعة، هو هذا المميز، ليعتاد الصلاة ويعتاد صلاة الجماعة، وتكون نافلة في حقه، يتربى عليها حتى يألفها وحتى تنطبع في قلبه، فإذا كبر حافظ عليها لأنه اعتادها من قبل. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة. ولا يكفي أنه يأمره يتركه، بل يقوم عليه حتى يتوضأ ويستعد ويذهب به معه إلى المسجد، لأن هذه هي التربية الصحيحة التي تنفع الولد، وليس التربية أنك تشبعه من الطعام أو من الكسوة تكسوه اللباس الفاخر أو تشتري له سيارة أو ما أشبه ذلك. هذه تربية قد تضره، لكن التربية الصحيحة التي تنفعه هي تربية القلوب والتربية على الدين. وأعظم أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، هذا يدل على أهمية الصلاة وتربية النشء عليها من الصغر. نعم.